أخصائية التغذية رزان شوحات اليوم راح تحكي لنا موضوع كتير مهم عن سكر الحمل. صباح الخير. صباح الخير. كيفك ديالة؟ كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. بس قبل ما نبلش هلا على الفيسبوك ميس نوباني زميلتنا ميس في أمريكا الكل بعرف هلا عم تبعت لنا عم بتشوفنا وبتقول I miss you so much. كنت لسه عم بسألك عنها. نحن كمان اشتقنا لك أكيد. دنيا إنه اشتقت لنا وميس إحنا نقول لك إحنا اشتقنا لك أكتر ومش مصدقين أمتى بترجع إن شاء الله على خير توصلي بالسلامة. أكيد اشتقنا لها لسه الكل عم يحكي عنها اليوم الصبح. موضوع كتير حلو كتير مهم في معلومات كتير حلوة حكيتي لي عنها كتير مهمة إنه سكر الحمل هل هو له علاقة باللي شخص عنده كان سكري ولا بس بيجي بفترة الحمل وبروح صح بس بالقبل بدي أسألك شو أخبار غذائك صحتك؟ أخبارها كتير منيحة والناس كتير عم يستنوها وهلأ زي ما حكينا بالأسابيع الماضية بلشنا نستقبل الإيميلات على rezan@ruya.tv طبعا الإيميلات لحتى نبدأ نحضر للناس اللي بدهم يشتركوا بالمسابقة للموسم الجديد. كان عنا الموسم الماضي أطفال، كان عنا طارق شفنا قد ايه نزل 38 كيلو تقريبا، حتى الأطفال نزلوا 13 كيلو فكان موسم كتير ناجح والأشخاص كانوا كتير ناجحين ولسه كنا رح تشوفوهم كمان حلقة بالتصوير لما نعمل المقابلات. هلأ الجديد مسابقة غذائك صحتك لهذا الموسم رح يكون في فئتين جداد اللي هم فئة للمشاهدين اللي عم بيحضرونا وبيخففوا وزنهم من غير ما يتبعوا برنامج غذائي صارم، مجرد اتباع النصائح اللي احنا عم نحكيها. فهدول رح نحطهم بمسابقة، رح يبعتونا برضو معلوماتهم، رح يجوا على جلسة التصوير الأولى بس لحتى ناخد وزنهم، وبنهاية الفقرة رح يرجعوا يتوزنوا واللي نازل من المشاهدين أعلى نسبة رح يكون إله برضو كمان هدية. وهي الإيميل نازل على rezan@ruya.tv وكمان رح يكون عندنا فقرة للمغتربين واللي موجودين برا الأردن وحابين برضه يشاركوا معنا، رح ناخذ شخص ونتابعه عن طريق برنامج السكايب ليقدر ينزل وزنه ونتابع كمان المشاهدين يتابعوا إنه نحن بنقدر نتبع النصائح حتى لو مش عم منشوف أخصائية التغذية ببرنامج غذائي محدد، لأنه نحن عم نركز كتير على التغيير بنمط الحياة أو سلوك الحياة مش بس الدايت أو الرجيم. فهاي الأشياء الجديدة ابدوا ابعتوا لنا هلأ، عم نستقبل الإيميلات على rezan@ruya.tv بس الفقرة والشغل رح يبدأ بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله بعد رمضان في أشياء كتير كتير يعني أشياء جديدة رح تكون في أشياء جديدة كتير على دنيا صح. نبلش موضوع سكر الحمل. رزان ماذا متى وكم نأكل؟ وهذا أهم ثلاث أسئلة ديالة، لأنه السكري مش ما أكل، مش أمتنع عن الأكل، إنما إيش وقديه وإمتى. هذا أهم إشي بموضوع السكري، سواء سكر الحمل أو غير سكر الحمل. هلأ ليه سكر الحمل بيختلف؟ لأنه في أغلب الأحيان بيكون فترة مؤقتة وبيكون في أصلاً حمل وفي طفل وفي في أوريدي أشياء جديدة كتير على الست، ومع السكري فبتصير تتلخبط وما بتعرف شو تعمل وما بيكون عندها الدراية الكاملة زي شخص عنده سكري عم بيبحث بالموضوع عم بيراقب عم بياخد أدوية، فهي وضع خاص أصلاً، ومع وجود السكري بيصير وضعها خاص أكتر. لكن بنقولها ما تخاف لأنه كتير ستات بيصير عندهم سكري وبيولدوا ولادة طبيعية والبيبي بيجي ما شاء الله عنه كتير منيح والست كمان بترجع لطبيعتها. بس المهم ننتبه لهدول الثلاث أشياء اللي سألتيني إياهم ديالة، اللي هو ماذا نأكل وكم نأكل. بلش بالماذا؟ بالماذا؟ ماذا ناكل كل إشي. بدنا دائما نحن كتير بنركز إنه لازم الست الحامل تركز على كل مجموعات الغذاء. يعني نحن دائما نقول مجموعة النشويات، مجموعة الخضار والفواكه، مجموعة اللحوم أو البروتين والألبان والأجبان كمان ما ننساها والدهون بكمية قليلة. هلا اللي أكتر إشي الست الحامل بتكون خايفة منه إذا صار عندها سكري هو المجموعة الأولى واللي هي مجموعة النشويات. أوكي. لكن إيش بنقول إيش أكل من النشويات؟ بدي أحاول أدور على النشويات اللي فيها ألياف كاملة. هلأ ليه الألياف؟ لأنه الألياف ما بتخلي السكر يطلع مرة واحدة بالجسم وبالتالي ما بتخليك عرضة لارتفاع سكر وهبوط سكر مرة واحدة. فعشان هيك تنظيم الأكل بداية، لأنه الطبيب دايما بخلال سكر الحمل بيحاول ما يلجأ لموضوع الإنسولين والأدوية، بيحاول دايما يبدأ بالسيطرة على الأكل إلا إذا صار في مضاعفات كتير أكتر بالجسم أو لجرعات الإنسولين. فأول إشي النشويات. هل أنا اليوم كمان مجهزة حصة غذائية، نحن بنقول إنه لازم نعد قدي عم ناخد نشويات خاصة إذا وصلت لمرحلة إنه بدها تاخد إبر الإنسولين. عادة الطبيب بنصح إنه لكل حصة غذائية من النشويات تقدر تاخد 10 ملي جرام من الإنسولين. طبعا هاي الإنسولين رح أترك الجرعات للطبيب لأنه نحن بسنا نحكي بالغذاء، لكن بشكل عام حصة واحدة من النشويات شو معناها لحتى هي تكون عارفة؟ حصة واحدة من النشويات يعني 15 جرام من النشويات. طبعا
بحكي نشويات يعني هذا بتضمن سكر، بتضمن النشا اللي موجود بالأكل، وبتضمن الألياف حتى كمان الموجودة بالنشويات. ف15 جرام هي عبارة عن الحصة. طب رزان بس يس. عشان نحكي نحن الست ممكن ببيتها تتلخبط، شو 15 جرام؟ ممكن انه تشتري ميزان صغير يعني؟ ممكن، بس احنا ما بدنا نعقدها كثير تصير توزن، لانه ممكن مرات تاكل مش بالبيت، ممكن تاكل بالمطعم، فما بدنا كمان تصير زي ما قلنا فوق اهم 15 جرام. هلا هذا اللي الاشياء اللي راح اعطيك اياهم عشان 15 جرام. هلا اول شيء اذا شيء جاهز وشريتيه بعلبته بكرتونه كثير حلو نطلع على الحصة الغذائية، لانه هون بس لك بقول لك مثلا الحصة الغذائية فيها لكل 100 جرام مثلا فيها 10 جرام نشويات، فيها 30 جرام نشويات، فهون هي بتحدد قد ايه بدها تاخذ من الحصة. هلا الشيء الثاني قبل ما نحكي عن شو الحصة، بدنا نقول قد ايه حصة لازم ناخذ باليوم بشكل عام على الوجبة الرئيسية. عندنا 3 وجبات رئيسية بده يكون، لانه كمان لما قلتي متى توزيع الوجبات كتير مهم ديالا، ضروري كتير يكون في عندنا فطور وغدا وعشاء، ويكون عندنا 3 سناكس خفيفين، واحد بين الفطور والغدا، واحد بين الغدا والعشاء، واحد بعد العشاء خاصة اذا كانت السهرة طويلة كتير لبالليل حتى ما نقوم تاني يوم والسكر يكون واطي كتير او مرتفع كتير. اوكي، فالوجبة الاولى الرئيسية او الوجبات الرئيسية بنقدر حسب وزن الست الحاملة، اذا كان عندها سمنه رح ننصحها انه تخفف شوي، مع انه احنا ما بنحب نخفف الوزن بخلال فتره الحمل، لكن اذا كان الوزن رح يسبب مضاعفات لانه بتعرفي ممكن يصير في يرتفع الضغط مع السكري ويصير عندنا تسمم حمل. فعشان هيك بنقول الحصه الواحده من النشويات على كل وجبه رئيسيه بتتراوح من 3 إلى 4 حصص غذائيه، واذا كانت بدها تخفف وزنها بيكونوا من 2 لـ3 حصص غذائيه على الوجبة الرئيسية. أما السناك بيكون من 1 لـ2 حصة غذائية. أوكي. هلأ بنرجع لل 15 جرام. هدول كلهم اللي موجودين هون هم عبارة عن 15 جرام سكر، ناخذهم بأنواع ومجموعات علشان ما كتير نحتار. مجموعة النشويات مثلا اللي هي عم ناخذ خبز بأنواعه، عم ناخذ حبوب إفطار، عم ناخذ معكرونة أو أرشلة ممكن مرات، أو الرز اللي هو الإشي الرئيسي. كل 1/3 كوب من الرز عبارة عن 15 جرام من النشويات أو حصة واحدة. فإحنا إذا أخذنا كوب من الرز بكون أخذت 3 حصص غذائية. لكن لازم أنتبه أنه هل أنا وجبتي الغداء هاي عم بتضمنها غير كاسة الرز مثلا كاسة عصير، يبقى هاي صار فيه كمان نشويات، فنحن لازم نوزع على الاثنين مع بعض. حبوب الإفطار إذا كنت عم بأخذها مع حليب، كاسة الحليب فيها كمان حصة غذائية من النشويات، فبالتالي باخذ 1/2 كوب من حبوب الإفطار، وبحاول أخذ الأنواع اللي فيها ألياف لحتى برضو ما يرفع السكر كتير بالجسم. المعكرونة كل 1/2 كوب تقريبا عبارة عن حصة، وبرضو المعكرونة إحنا إذا بنتناولها مع جاج بناخذ المعكرونة اللي فيها قمح كامل، بتكون عم باخذ ألياف أكتر، والبروتين والدهون الموجودة فيه بكمية قليلة ما بتخلي كمان السكر يرتفع كتير بسرعة بالجسم. الأرشلة مثلا زي هدول الأصابع كل 2 لـ3 تعتبر 15 جرام. في خبز المكسيكي، خبز التورتية، كل رغيف واحد صغير يعتبر. الخبز الحمام العادي كل 1/2 واحد عبارة عن حصة. إذا الخبز العربي برضه كل 1/2 واحد، إذا الكبير بيكون كل ربع حسب حجمه وحسب تخنه كمان. فهذا بالنسبة للمجموعة الأهم اللي أكتر شيء بيخافوا منها. فما تنتبه الست الحامل مش تفكر إذا عندها سكري حمل يعني ما رح أتناول رز، لا بدك تتناول رز وخبز بس بالكميات الصح، لأنه هذا مصدر الطاقة الرئيسي تبعك. هذا حصة، لا هلا هي ما حتاخذ حصة، هي بتكون يعني هاي حصة واحدة بتفيها تاخذ 3 أضعاف هاي زي ما قلنا. إذا وزنها عادي بتقدر تاخذ 1/2 كوب تقريبا من الرز، وهي كمية كافية جدا. بس أهم بحاول ما أتناول معها عصير، ما أتناول معها فواكه، أخليها بعد بساعتين بعدين برجع بأخذ الفواكه. أوكي، يعني هاي اللي عم نشوفها هلا شفناها، الرز اللي 15 جرام 3 مرات منها بالضبط اللي هي صحن كامل. بعدين ما تنسي ديالا، لانه احنا رح ناخذها مع صحن سلطه، مع الخضره المطبوخه، ملوخيه، سبانخ، دجاج، لحمه، اكشن رح تكون كتير، رح تلاقي حالها يمكن بتقدر تاخذ حصتين مش 3 حصص. كمان عندنا من النشويات بروتينات اللي هي زي البقوليات، زي الفاصوليا البيضاء، زي العدس، زي الفاصوليا الحمراء، هدول كليتهم الحمص عم يعطوني بروتين بس عم يعطوني نشويات كمان برضه. كل
نص كوب أو ثلاث أرباع الكوب منهم يساوي حصة من النشويات، لكن المنيح أنه فيها بروتين وفيها ألياف، لأنه إحنا بناخد الفاصوليا بناخدها مع قشرتها، فعم ناخد ألياف، بالتالي فيتامينات أكتر وفايدة أكتر. كمان ليش بنركز كتير على الألياف؟ لأنه الحامل كتير معرضة لإمساك، فضروري أنه ناخد ألياف أكتر. هلأ حصص الفواكه، وهون بيبدأ الخوف أكتر إشي، بيبدو يفكروا إنه عندي سكري ما لازم أكل فواكه. لا، بدك تاكلي فواكه كل الأنواع، لكن دي أنتبه كتير للكمية. وأكتر إشي إحنا منخاف منه هو العصير، يعني كل نص كوب عصير هو عبارة عن حصة واحدة من الفواكه. بحكي عصير فريش يعني إحنا عصير طبيعي ولا مش أنا عم بحكي عن عصير طبيعي لسه. العصير الجاهز رح تطلع على الملصقة رح تشوفي قدي فيه كمية سكر كتير أكبر. وهاي العصير مع حدا بيشرب نص كاسة، أكيد الكل بيشرب كاسة وكاسة أكبر، وكاسة أكبر بتكون مع إشي، فهون عم بدخل كتير سكر وسكر سريع لأنه ما في ألياف ما في إشي، فرح يرفع السكر كتير بسرعة. ممكن أستعمله إذا حسيت في حالات نزل السكر. أوكي، الفواكه بشكل عام من جاصة مثلا نص موزة إذا كانت كبيرة، أو إذا من البلدي الصغير واحدة كاملة باليوم يعني لا مش باليوم، هاي الحصة. الحصة أنت بتقدري تاخدي بين الفطور والغدا حصة وبين الغدا والعشاء حصة مثلا، هاي تعتبر حصتين. البطيخ كل متلتين من البطيخ أو كل نص كوب حصة. الفراولة تقريبا كل نص كوب برضه يعتبر حصة. المانجو كتير مرات الناس بخافوا من المانجا لأنه بيعتبروا إنه فيها كتير سكر، كل نص حبة مانجا تعتبر برضه حصة غذائية من الفواكه. في كتير العنب سكر. كل 10 إلى 15 حبة تعتبر السكر تعتبر حصة غذائية. التوزيع دي على أهم شيء. أنا دايما بقولهم إذا كنت جوعانة خدي أشياء بتشبعك أكتر، زي تفاحة زي نجاصة مثلا موزة، هاي النشويات اللي بتشبع أكتر. بس إذا كان جع بالك شيء حلو لا روحي للعنب، روحي للتمر مثلا حبتين تمر تعتبر حصة غذائية. هلا الاشياء اللي بالعكس اللي بتخوف اكثر والناس ما بينتبهوا لها عادة للسكر، اللي هي السناكس او الوجبات الخفيفة اللي بناخدها. مثلا كل معلقة طعام من السكر تعتبر حصة غذائية، فكتير مرات بنشرب كاسة الشاي او كاسة القهوة بنحط عليها 3 معالق سكر او معلقتين سكر، هي اخذت ومعها بسكوتة اخذت لحالهم 3-4 حصص غذائية من السكر والنشويات وسكريات بسيطة اللي بترفع السكر كتير بسرعة بالدم. فهدول هم اللي ننتبه منهم. الكاتشب كل معلقة طعام فيها حصة غذائية. المربى لا إذا جعبالي مربى كل 3 معالق من المربى فيها حصة غذائية. ممكن أخذ معلقة صغيرة بس مع الخبزة، وباخذ خبزة ألياف ومعها زبدة الفستق، فبكون أخذت بروتين أخذت ألياف مع نتفة سكر، ما برفع السكر كتير بسرعة بالدم. الزبيب كل معلقتين. الجزر الناس كتير بخافوا منه، كل حبتين جزر تعتبر حصة. واللبن زي ما قلنا زي الحليب كل كوب يعتبر حصة. سؤال مهم، اللي بتعاني من سكر الحمل هل هو بيستمر معاها بعد الولادة؟ لا مش شرط. مش بيبي بيجي معاه سكري؟ لا مش شرط. هلا اللي بيصير انه في بعض الاحيان بنقول انه اللي بيصير عندها سكري حمل بتصير عرضه بالحمل الثاني كمان يصير عندها، وبتكون عرضه اكثر للاصابه بالسكري النوع الثاني بعد الحمل. فعشان هيك اللي بدها تتبعه بخلال فتره الحمل بدها تكون منتبهه كمان فتره ما بعد الحمل حتى ما تصير، يعني بيكون عندها احتماليه حدوث السكري يعني عندها هذا متعارف عليه، هذا اكثر احتماليه حدوث اذا ضلت مراقبه وضلت منتبهة خاصة في كان عامل وراثي بيساعدها انه ما يصير. البيبي ما بيتأثر بإشي، بس مثلا اول ما يولد الطفل بيكون تحت المراقبة، لانه خاصة اذا اخذت الام جرعات انسولين احتمال يكون جسمه عم بفرز انسولين كتير، وبالتالي هو ما عنده سكري فبصير عرضة انه يهبط السكر عنده، فبيكون تحت مراقبة بيكونوا عم يعطوه مرات سكر شوي اكتر عبل ما يرجع يحاول البالانس. الطفل ممكن يتأثر بإشي انه يكون عرضة لزيادة وزن، لأنه الست لما بتكون حامل عم بيكون عندها سكر زيادة، فبيكون الطفل ممكن ينولد بوزن زائد، وهون بيخافوا من موضوع أنه تكون عرضة برضه الست اللي عندها سكري حمل أنها ما تولد ولادة طبيعية، لأنه حجم البيبي رح يكون كبير. لكن مش شرط، إذا هي ظلت مراقبة وظلت محافظة الطفل بولد عادي، بولد ولادة طبيعية وما بيكون متأثر أي شيء. بس برضه ممكن في احتمال كتير بسيط أنه يكون عرضة للإصابة بسكر، بس احتمال كتير بسيط. يعني ما في خوف الستات الحوامل اللي بيعانوا من سكر الحمل أبدا ما يصير في عندهم خوف.
نصيحة. إشي واحد صغير بس رح أحكي إنه مراقبة السكر كتير ضرورية. قديش يعني تفحص باليوم؟ هلأ لازم تجيب جهاز سكري شيء طبيعي بالبيت، لحتى لأنه هي لسه جسم عم بتغير وما عم تأخذ أدوية، فضروري كتير تكون عم تفحص. القراءة شو لازم تكون؟ بدها تكون إذا قبل الوجبة بتكون تقريبا 95، بعد الوجبة بساعة ممكن تكون 140، بعد الوجبة بساعتين بدها تكون 120 تقريبا. هلا ليش ضروري تراقب خاصه اولها قبل ما تقدر تحافظ على الكميات؟ لانه ممكن يرتفع كتير ومنخاف كتير من هبوطه مره واحده كمان، لانه اول ما بتخاف بتصير تقلل بتلاقي السكر بيهبط، فضروري كتير المراقبه. ممكن بالبدايه تبدا تعمل جدول غذائي لشو تناولت اكل وقد ايه كان السكر قبل وبعد، قبل ما تصير عندها المام اكثر وتعرف قد ايه عم يرفع الاكل تبعي السكر وقد ايه المناسب لإلي، فبتقدر ساعتها تكون اقل. عاده رح تصير كل وجبه تفحص، بعدين ممكن تصير بس الصبح وبالليل قبل ما تقدر تسيطر أكثر على السكر. شكرا رزان على المعلومات. شكرا لك.